مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. استمر الدولار الأمريكي وسوق الأسهم بالتقدم، وافتتح على ارتفاع حيث أن الأمريكيين يتعاملون مع حزمة خفض الضرائب. افتتح زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي عند تراجع طفيف، ويبدو بأنه من المحتمل أن يختبر شريط الدعم ليس ببعيد فوق المستوى 1.18. استمر زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بالتقدم بشكل تصاعدي، ويبدو بأنه قد اخترق المقاومة الرئيسية عند 112.73. يبدو بأن زوج الجنيه البريطاني أمام الدولار الأمريكي وكأنه قد وصل إلى قمة قصيرة الأجل، ويبدو بأنه مهيئ للتراجع أكثر اليوم. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.